السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم حنتكلم فيها عن توصل المريخ لاتفاق نهائي مع كابتن عبد الرحمن كوكو نجم المنتخب الوطني والدوري الأسترالي. حنتكلم عن هذا اللاعب وهذه الصفقة وأهمية إضافة هذا اللاعب لكشف نادي المريخ، وكمان المريخ أيضا أعلن بشكل رسمي أنه اللاعب مصطفى كرشوم خلاص جمدت المفاوضات معه، ويعني خلاص المفاوضات انتهت بين اللاعب والنادي. حنتكلم عن هذين الموضوعين المهمين جدا جدا بالنسبه للشان المريخي. قبل ما ابدا الحلقه حابين انكم تعملوا لايك للفيديو لدعم القناه، وكمان لو ما مشترك اشترك في القناه وخليك واحد من الاخوان. طيب حابدا معكم على طول بمصطفى كرشوم. مصطفى كرشوم يا جماعه الناس عارفه مدافع مؤكد مهم جدا، افضل لاعب سوداني في التوقيت الحالي، افضل مدافع سوداني مؤكد حتى في اخر 3 سنوات. اداؤه مع المريخ واضح مع المنتخب الوطني، ولاعب مؤكد حيديك الكثير في الفترة القادمة. أهميته مو محتاجة لسه أذكرها لكم تاني، تكلمنا عنها في حلقات قبل كده، وشنو الإضافة اللي ممكن يقدمها لك في حال أنت تعاقدت مع هذا اللاعب أو حتى أبغيت عليه في النادي كنادي المريخ في أنه يجدد تعاقد اللاعب. حاليا الحصل في انه مصطفى كرشوم عنده عدد من العروض الموجوده، ناس تكلمت عن انه يعني الموثوقين من الصحفيين الزملاء يتكلموا عن انه العروض جات ممكن تتكلم عن 300 الف دولار للموسمين، يعني كل موسم بيتكلم عن 150 الف دولار، المريخ عارض 85 الف دولار، يعني بواقع 3 سنوات نتكلم عن 250 الف دولار بالنسبه للاعب في 3 سنوات، فبالتالي الجزئيه دي ممكن نتكلم عن انه في مساحه او حتى فرقه ما بين العرضين ما بين المريخ وكمان حتى ما بين النادي اللي جاي، ناس بتكلم عن النادي في الدوري التنزاني، فبالتالي الجزئيه دي مهم جدا الناس تفهم في انه حاليا اللي طلع من المريخ او اللي طلع من مجلس اداره نادي المريخ للجمهور ممكن جدا يكون في اطار وضع اللاعب تحت الضغط الجماهيري، او حتى يمكن عشان الناس تحاول تهجم على اللاعب، ممكن دي برضو واحده من الاساليب اللي اعتقد انها غير جيده بالمره. اللاعب طول الفتره اللي فاتت ما شفنا واتفق، ولا حتى ممكن يكون استمع العروض لكن ما اتفق مع نادي احترم المريخ واحترم جمهوره، وكمان لغايه ما انتهى تعاقده ولسه بيتفاوض مع المريخ، والى اليوم ما شفنا مصطفى كرشوم بشكل رسمي اكد انه هو باقي او حتى راحل للنادي الفلاني. هو قال في عروض انتو على اقل تقدير قرب من هذا العرض، يعني سنتين على اقل تقدير المفروض تكون اعرض انت 200 الف دولار، مش تعرض في ال3 سنوات 250 الف دولار، فبالتالي حتكون مشكله بالنسبه لانك انت الحاجه ما فيها تقارب ما بين، او حتى العروض ما فيها تقارب ما بين العرض الخارجي والعرض المحلي. الخارجي 300 الف في سنتين، انت 250 3 سنوات، اوكي ابن النادي ويمشي، لكن يا جماعه الناس عارفه الاوضاع وعارفه الظروف وعارفه لاعب كره القدم بعد ما يعدل 35 و36 بيمشي يشتغل وين، وكمان ظروف اسرته ووضع البلد بشكل عام. فبالتالي جزئية نحترم فيها مصطفى كرشوم، نحترم حتى الفترة اللي قضاها مع المريخ، ونحترم كمان رغبته في انه يأمن نفسه، ونحترم حتى يمكن تكون فرصة بالنسبة له في انه هو زي ما تقول يكون هي فرصة احترافية يقدر يقدم فيها الأفضل في الفترة القادمة مع نادي، والعائد يكون كبير جدا بالنسبة للمنتخب الوطني في حال عاد المريخ مجددا، ممكن برضه يقدم على المريخ الأفضل. فبالتالي هنا أنا ما تمنيت إنه مجلس المريخ يحاول يعني يشيل الكورة ويرميها عند الجمهور، يضغط اللاعب بالجمهور في إنه إحنا جمدنا التعاقد أو جمدنا المفاوضات مع اللاعب، وبعد ذلك الجمهور يكون من للاعب في الهجوم والتقليل وغيره. أنا متأكد جمهور المريخ واعي جدا لأنه تعامل مع هذا الموقف تحديدا في التعامل مع اللاعب، في إنه اللاعب فعلا احترم المريخ، جمهور المريخ، ويوم من الأيام وقع وقعد 6 شهور حتى بعد ذلك لعب مع النادي. فبالتالي حاليا الناس تحترم رغبة اللاعب، وإن شاء الله نتمنى له الأفضل في أنه يكمل أفضل مع نادي تاني سواء كان أجنبي أو حتى نادي على المستوى السوداني أو حتى الإفريقي. في النهاية العرض المقدم كان ضعيف جدا بالنسبة لنادي المريخ مع العروض المقدمة، مؤكد كرشوم لو كان عايز يكون موجود في نادي المريخ حيكون موجود، ولو لسه المفاوضات ممكن يعني تاني نشطوها وممكن جدا اللاعب يكون موجود في المريخ، ده اللي حنشوفه في الفترة القادمة. لكن أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي شايف الناس مفروض تقدم الاحترام لهذا اللاعب لأنه احترم المريخ وجمهوره وقدم الكثير من التنازلات اللي يمكن بعد ذلك تحترم العرض المقدم له من الخارج، ونشوف من النادي التنزاني الحقيقي يقدم لكرشوم هذا العرض بشكل رسمي أو حتى يكون معه كرشوم في الفترة القادمة. نحن بنتكلم عن مسألة إحلال وإبدال، قبل كده تكلمت عن اهتمام المريخ بحفظ الرحمن كوكو، معناها عدم ثقته في انه هو هيجدد مع مصطفى كرشوم، فده اليوم اتحقق خلاص، عبد الرحمن كوكو هيكون بشكل رسمي لاعب لنادي المريخ في الساعات القادمة. يمكن كل الإعلام يتكلم عن توصل المريخ لاتفاق مع هذا اللاعب. اللاعب ده جماعة 25 سنة بيلعب في نادي اسمه جرين جولي الأسترالي في واحد من أندية المقاطعات اللي هو زي الدوري الدرجة الثانية أو حتى الثالثة. اللاعب ده مشاركاته مع نادي ما بشكل راتب، يعني ما مدافع بشكل اساسي. اخر مباراه لعبها كان يوم 18 8 او 19 8 2023،
عقده منتهي من 2023، معناها طول الفترة اللي فاتت ممكن تكون حتى مشاركاته أو حتى مبارياته كانت مع المنتخب الوطني وتجمعات المنتخب الوطني، فبالتالي المريخ بالنسبة له فرصة كبيرة جدا جدا. لو تكلمنا عن إمكانيات اللاعب في إنه شفته في مواجهة ضد المنتخب الغيني أو حتى معسكرات المنتخب الوطني، إنه إحنا ممكن نقيس هذه الإمكانيات بأنها هي حتضيف أو حتعوض مكان مصطفى كرشوف، فأنا حكذب عليك. لكن في النهاية لما أنت عاين للاعب والبيئه اللي تاسس فيها والدوري اللي كان بيلعب فيه، وفي امكانه يديك الحاجات اللي احنا شفناها له في مباراتنا مباراه المنتخب الوطني، ممكن هي مجرد ملامح تديك الكثير. لكن اتمنيت عن المريخ يحاول يشوف، طيب سؤال بيطرح نفسه، ليه النادي جرين جولي الاسترالي ليه ما جدد تعاقده هو وكمان حتى محمد ادم؟ ليه حاليا اللاعب فري؟ ليه اللاعب حاليا ما بيشارك مع نادي وكان في الفترة اللي فاتت؟ ففي شوية نقاط مهمة جدا انت المفروض تاخدها قدامك كداتا وتتعاقد مع اللاعب، الين يكون اللاعب مثلا قيمته المالية اللي انت بتتعاقد بها تكون اقل من مصطفى كرشوم تكاد لا تذكر. وزي ما قلت لك اللاعب بالنسبة له المريخ فرصة كبيرة جدا انه يكون موجود مع المريخ وكمان مع المنتخب الوطني. انا اتمنى انه فعلا يكون فعلا درس الملف بتاع اللاعب عبد الرحمن كوكو بشكل متميز. قدرت شفته فيديوهات باللجنه الفنيه الموجوده، شافت فيديوهات بالنسبه للاعب في ناديه او مع ناديه جرين جولي والدوري الاسترالي والانديه اللي لعب لها قبل كده. فيعني دي الحاجات اللي ممكن تاكد لك انه لاعب شنو الملمح اللي ممكن يديك له في الفتره القادمه. عشان كده دي شويه تفاصيل، زي ما قلت لك هو ملمح بتاع لاعب بتاخده من مباراتين وديات مع المنتخب الوطني، هو ما نهائي يخليك تسجل لاعب وكمان تعتمد عليه وتجيبه بديل تقول ده هيعوض مكان مصطفى كرشوم. بس في النهايه احنا حننتظر ونراقب ونشوف اللاعب ده هيعمل شنو مع نادي المريخ. في النهايه بتقول خساره انه واحد زي مصطفى كرشوم ما يتم التجديد له او حتى ما ينجح مجلس الاداره في انه يقدمه زي ما تقول عربو محبه بينه وبين الجمهور ويجي يتعاقد مع اللاعب عبد الرحمن كوكو. هنا ما بنجح في حق عبد الرحمن كوكو، لكن في النهايه لاعب يعني ما بتقدر يعني تحكم عليه بشكل تام انه هو كلاعب خلاص كان ناجح في الحته الفلانيه وكان اساسي وكان 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 وجل ليله عشان يقدم مع المريخ المستوى المتميز او حتى حيقدم مع المريخ المستوى المتميز. فده كله اللي احنا حنشوفه في الفتره القادمه. لكن خساره كرشوم ومرحبا عبد الرحمن كوكو، شوفوا حيقدم مع المريخ شنو في الفتره القادمه. لكن البشاير ما اعتقد انها ممكن تكون البشريات او حتى الحياه الوضحت، ما اعتقد انها ممكن تكون كبشرى لنادي المريخ او جمهوره او حتى يعني من مجلس الاداره في انه يقدر يحسم الصفقات كقوه ماليه كقوه تفاوضيه كمسائل دي. اعتقد انها هي حاجه بشرى غير جيده بالمره بالنسبه لجمهور نادي المريخ. حنشوف شنو اللي بيحصل في قادم الايام بالنسبه لهذين اللاعبين، حسم مصطفى كرشوم ملف التجديد او حتى الانتقال بشكل رسمي او حتى حسم ملف اللاعب عبد الرحمن كوكو مع نادي المريخ في الساعات القادمه. بشكركم دائما، ان شاء الله دائما تامين والامين. شكرا لكم.